لفريق العدالة والتنمية السيد نائب المحترم سليمان العمراني، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين، السيد الرئيس، السيد وزير الدولة، السيد الوزير، السادة والسيدات النواب والنواب المحترمين. أتناول الكلمة باسم فريق العدالة والتنمية برسم مناقشة هذا المشروع القانون التنظيمي 65/13 المتعلق بالحكومة، وهو مشروع يناقش في جلسة تشرف على انتهاء هذه الدورة الخريفية الغنية بالعمل التشريعي، وهي الدورة التي يعلم الجميع أنها ابتدأت بحدث سياسي مهم جدا، وهو تشكيل حكومة جديدة التي خرجت من رحم المعاناة في سياق ربيع عربي أريد له أن يكون خريفا في المغرب، لكن الإرادة الخيرة في النهاية تغلبت، واستطاعت الحكومة أن تتشكل، وما تزال تستمر هذه الحكومة الجديدة تشتغل وتشق طريقها رغم كل الضربات والاستهدافات وكل أشكال القصف. مع ذلك ما تزال ماضية في طريقها تشتغل بنفس إصرار وثبات وصمود. شوية هدوء في القاعة الله يخليكم. مفروض للأسف اليوم نجد أن العديد من الجبهات التي تقاوم عمل الحكومة تشتغل على تعبئة الشارع المغربي ضد هذه الحكومة، وآخر الدعوات تعبئة التلاميذ في مسيرة يراد أن تكون وطنية في برنامج تلفزي غابت عنه الأغلبية للأسف الشديد. طبعا يجب أن نؤكد بأن الديمقراطية لا تستقيم ولا تلتئم إلا بوجود معارضة قوية وبأحزاب في الأغلبية قوية أيضا. في ذلك من الزاوية الديمقراطية يجب أن نؤكد بأن أي مسعى للم شتات المعارضة في اتجاه تعزيز أدائها وتقويته وتحقيق نجاعته لا يمكن إلا أن يلقى من جانبنا القبول والتنويه، وما دون ذلك فهو من الأمور التي لا تقبل، لأنه في النهاية لا يصح إلا الصحيح. سيدات والسادة، هذا المشروع قانون تنظيمي يأتي تفعيلا للمخطط التشريعي، وهو وفاء لما التزمت به الحكومة في أجله المقرر، حيث أن هذا المخطط التشريعي نص على 13 قانون تنظيمي. الله يخليكم. اليوم سادة النواب، الحكومة تحيل 5 قوانين تنظيمية على البرلمان. سيد نائب، سيد نائب، نعم. دقيقة، من فضلكم سادة رؤساء الفرق، من فضلكم. شكرا شكرا، واصلوا سيد رئيس. سيد نائب، فلذلك الحكومة أحالت على البرلمان 5 قوانين تنظيمية من ضمن هذا القانون التنظيمي الذي بين أيدينا اليوم، في أفق أن يبلغ عدد القوانين التنظيمية المشاريع 8 من أصل 13. هذا القانون التنظيمي كما ذكرت يأتي، كان من المطلوب ربما أن يحال وأن يصدق عليه في الولايات السابقة، وكان على كل حال مجيء في هذا الظرف اليوم هو مهم جدا. يجب التنويه بالأجواء الإيجابية التي حكمت مناقشة القانون المشروع في اللجنة. سيد الرئيس، سأتناول هذه الكلمة
من زاويتين. الزاوية الأولى زاوية تفعيل الدستور. يعلم الجميع أن الدستور من حيث البناء اختيار متقدم سياسيا ومؤسساتيا، وقد رسم للمغرب أفقا واعدا، ويبقى الرهان بعد إقرار هذه الوثيقة الدستورية هو أن نعطيها مضمونا وروحا، وهذا واجب كل الفاعلين وكل المؤسسات في هذا البلد. فلذلك من الأمور الأساسية التي انتصر لها الدستور الجديد ويقع على عاتق الجميع رهان تفعيلها وإنجازها إعمال المقاربة التشاركية. في ذلك عندما في كل مناسبة وفي هذه المناسبة بالخصوص يطرح السؤال أين موقع المقاربة التشاركية في اعتماد هذه القوانين التنظيمية المؤسسة وغيرها من السياسات العمومية. بطبيعة الحال لا يخفى على الجميع أن هذا مبدأ أساس دستوري والحكومة اعتمدته أساساً لعملها، فلذلك يجب أن نتحدث اليوم على أن هناك منطقان في النهاية. المنطق الأول منطق الحكومة التي التزمت سياسياً في برنامجها باعتماد المقاربة التشاركية في أعمالها وفي اعتماد سياساتها وإقرارها، وقد لم يبقى هذا شعاراً في صلب وثيقة البرنامج الحكومي، بل تحول إلى نهج مستمر، وهذا قد رآه المغاربة بإشراك الحكومة للمعارضة ولكل الفاعلين في الحوارات الوطنية وفي المناظرات الوطنية وفي تشكيل المؤسسات التي مطلوب منها أن تهيئ مشاريع القوانين بإيجابية وبإرادة قوية غير مشكوك فيها. ولا يخفى أيضا أن الحكومة إلى اليوم في العديد من المشاريع القوانين تتفاعل إيجابا مع تعديلات المعارضة بالخصوص، الشيء الذي لم نكن نجده في المراحل السابقة. في المقابل يجب التأكيد والتذكير أن المعارضة اليوم مكون مؤسساتي أساسي في البناء المؤسسات لبلدنا. الفصل 10 من الدستور أعطى للمعارضة المكانة المعلومة، وكما ذكرت قبل قليل لا يتصور أن تستقيم ديمقراطيتنا إلا بجناحيها وهي الأغلبية والمعارضة. لكن لنا اليوم أن نتساءل سيدات والسادة، إلى أي درجة استطاعت المعارضة أن تتمثل في خطابها هذا الأفق السامي الذي رسمه الفصل 10 من الدستور وهذا المطلب المؤسساتي لكي تكون في مستوى هذه المرحلة. طبعا لا يخفى أن هناك مشاركة إيجابية للمعارضة في بناء النصوص وفي تقديم مبادرة إلى آخره، لكن في المقابل يجب أن نؤكد بأن هناك بعض الملاحظات يجب أن تطرح في هذا الإطار. الأمر الأول، المعارضة لجأت إلى المجلس الدستوري في مرات متعددة، ويمكن نقول لها الفضل أنها كانت مناسبات لكي نجد أو لكي يعني نتوقف عند اجتهاد مجلس الدستوري في فحص دستورية عدد من القضايا، وهذا مهم جدا. لكن معذرة سيد نائب، نعم. خطة النظام كلمة للسيد نائب سيد الرئيس، لم يكن ليس من طبعي إطلاقا أن أوقف زميلا لنائبا أو أن أتدخل في مثل هذه المناسبة، لكن أرجو أن نحترم بعضنا، فنحن نناقش قانونا محددا ونقاشا يحصر محصور في القانون، محصور في التقرير، محصور في الموضوع نفسه. لا فائدة أن نأخذ دروس كيف أن المعارضة هل استفادت أم لم تستفد،
أو دور المعارضة في المستقبل، أعتقد أن لكل مقام مقال. فالاحترام لبعضنا أرجو أن نستمر في مناقشة في المناقشة التي تفرضها القناة. السيد رئيس الوسط، هل هناك نقطة نظام؟ طيب شكرا. كلمة لكم سيد النائب المحترم، واصلوا كلماتكم. طيب سيد رئيس، هذه المناقشة هي حوار بين الأغلبية والمعارضة، ومثل هذا النقاش قد أثير في اللجنة وقد سمعنا نحن في الأغلبية وتقبلنا في إطار الحوار المفتوح بينه وبين المعارضة. في ذلك عندما يناقش موضوع إعداد مشروع قانون تنظيمي تطار بقوة قضية المقاربة التشاركية، في ذلك إطارت موضوع المقاربة التشاركية مسألة في الصميم في علاقتها بهذا الموضوع. طيب في المحور الثاني السيد الرئيس، مقاربة النص الذي هو بين أيدينا اليوم، يجب التأكيد أنه ينضبط أساساً لمرجعية الفصل 87 من الدستور، لكن من حسنات هذا المشروع أنه توسع باستقراء كل الفصول الدستورية ذات صلة بموضوع هذا القانون التنظيمي، ليس هذا فحسب، ولكن أيضاً في المستوى الثاني من المرجعيات أنه استفاد من حصيلة التراكم الذي حصل من الممارسة الحكومية بعد سنتين من تنصيبها. في ذلك كما جاء في التقرير عديد من المقتضيات الإيجابية التي تضمنها هذا المشروع الذي يعطيه هذه القيمة المهمة والنوعية. طبعا الذي يزيد قيمة هو التعديلات التي أدخلتها الأغلبية والمعارضة على هذا النص لكي يكون أحسن وأجود، ويمكن أن أقف بالخصوص عند بعضها على سبيل المثال. الأمر الأول، انتصاراً للدستور فصل الدستوري، هذا المشروع أتى بمقتضى لدرء التنازع بين المصالح، وهذا مهم جداً لكي يكون هناك تشريع وتقنين لحماية الممارسة الحكومية من أي ممارسة تنزع إلى الوقوع في التنافي وتنازع مصالح، يعني الذي هو غير مقبول دستوريا. وطبعا يجب التأكيد أن الحكومة تملك من الإرادة السياسية ما يجعلها تلزم كل أعضائها أن ينضبطوا لهذا المقتضى القانوني الدستوري والذي سيأتي في هذا القانون التنظيمي، انتصارا لمبادئ تخليق الحياة العامة وتخليق المرفق العام وتخليق الممارسة الحكومية بالخصوص. أيضا من الأمور الأساسية التي تم إدخالها في هذا القانون التنظيمي كتعديلات، وهو يعني أولا قمنا باقتراح إعادة هيكلة النص، وهذا كان أساسيا ومهما. الأمر الثاني، اقترحنا في الأغلبية إدماج أو اعتماد فصل أو مادة جديدة متعلقة بالأهلية لعضوية الحكومة، وكذلك قمنا بمشاركة مع المعارضة بتوسيع قاعدة التنافي خارج ما أتى به المشروع بإضافة رئاسة جماعة وغير ذلك، ثم إدارة محطات إذاعية وتلفزية. الأمر الآخر هو أن وضع التنافي التي تقع يجب أن ترفع داخل أجل 90 يوما مما اقترحناه في الأغلبية، والحكومة قبلته مشكورة. أيضا من الأمور التي نتصور وتصورنا أنها من شأنها أن تجود هذا النص وأن تضفي على الممارسة الحكومية طابع التخليق والممارسة السليمة، وهو أن مهام أعضاء الدواوين تتوقف بمجرد استقالة هؤلاء الأعضاء أو إعفائهم أو انتهاء مهام أعضاء الحكومة المعنيين بهم. أيضا قمنا بتحصين تضامن الحكومي حتى لا يقع الإضرار به في إطار ممارسة حرية الرأي كما أتى به أحد الفصول يعني في المشروع. وأيضا اقترحنا إجراءات من شأنها تبسيط المسطرة بين الحكومة وبين البرلمان، كما قمنا بالتنصيص على إرفاق مشاريع القوانين التي تحل على البرلمان بتقارير عن دراسة الأثر إذا قامت الحكومة عند الاقتضاء، إذا كانت هذه المشاريع فعلا قد تمت
تم إعدادها وفق دراسة للأثر قامت بها الحكومة. في ذلك هذه أهم تعديلات التي قامت بها الأغلبية بالخصوص. في ذلك أقول في الختام بأن هذا المشروع القانون التنظيمي هو مشروع مهم جدا مهيكل استفاد من الممارسة وسوف يكون له قيمة مضافة ورافعة أساسية لتجويد العمل الحكومي في المرحلة المقبلة إن شاء الله، ليس فقط لهذه الحكومة ولكن الحكومات المقبلة، لأنه في تقديرنا أنه انضبط لمرجعية الدستور ولكن سيكون إن شاء الله كما قلت رافعة أساسية للعمل الحكومي لمزيد من النجاعة ومن الشفافية ومن التخليق في الممارسة حتى تكون فعلا حكومة سياسية منضبطة للمرجعات الأساسية. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد نائب محترم.